الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد ويوم سعيد، وحشتونا جدا. وحشتني يا دياب. والله العظيم انت وحشتني اكتر. صباح الفل، وصباح الفل على الساده المشاهدين. يوم جديد وحلقه جديده وفقرات كالعاده متنوعه، ان شاء الله ان هي تنول لاعجابكم. عندنا النهارده حاجات كتير. بس كنت اجازه عندك، افراح كتير. افراح كتير قوي، كان موسم تزاوج من العيار كتير. طب ما يلا، يعني مش هرد دلوقتي. هرد كمان ساعتين. لا تعليق. بس فعلا ربنا يفرح كل الناس يا رب. بس ثلاث صحاب، ثلاثة ورا بعض. ثلاثة ورا بعض؟ خميس جمعة سبت. وكلهم نفس الحضور؟ وكل نفس الناس، اللي هو صباح الفل، عامل ايه عامل ايه، وعايشين كل يوم نفس القصة. اوكي. فهو ده، وواضح ان كل الناس بتقول لي كده، ان الناس كلها بتتجوز، ودي حاجة كويسة. يا رب يسعد كل الناس. مش عارف ان هم جالهم الجراء ان هم ياخدوا الخطوة دي ازاي، بس لا بص، هو شر لابد منه. هو شر لابد منه. فهو لازم يا جماعة، ده ضروري ان احنا نبقى، يعني لازم تبقى سنة الحياة. سنة الحياة. عندنا ايه بقى النهاردة؟ عقبالك. ان شاء الله.